السلام عليكم ورحمة الله. هذا مقياس الأمبير. هاي الآي سي، آي سي التغليد 47 مضروبة. فبنعطي بالبداية 5 فولت بهالشكل هذا. شوفوا السحب 1 أمبير. طبعا هلا انا عاطي اقل من 5 فولت. لو اعطينا 5 بدي تصير السحب اكثر من هيك. هلا انا رفعت شوي الجهد، صار 1.5. هذا المعالج بنشوف حرارته. طبعا مضروب، شايفين تبخرت المي. طبعا بداية نعطي 5 فولت هاي التغذية على هذا الملف، عطيت 5 فولت، صار شورت على الباور او الى اخره، صار حمل. فلحتى تعرف انه من المعالج، او مثلا ممكن يكون عنصر ثاني، ممكن في مقاوم، ممكن مكثف. طبعا كمان غير هيك انه هذا اجاني مشغول، ممكن نقطة تصدير، ممكن مقاوم، ممكن اي خطأ غير المعالج. لكن مجرد اعطينا هون بنعطيه اقل من 5 فولت. اعطيناه وبنصبر عليه شوي، بنشوف المعالج كيف راح يعطي حرارة بهالشكل هذا. هيك بهالطريقة بنعرف وين العطل تماما، بنحدده. هلا نحن حددناه بالمعالج.